مجلس الوزراء قام بجهود كبيرة قوي خلال الأسبوع اللي فات، ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير عن حصاد الحكومة وأهم القرارات والاجتماعات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللي تضمنت 5 اجتماعات و14 قرار، منها الموافقة على إنشاء صندوق التنمية الحضرية وتوفيق أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابع، والموافقة على ترقية حوالي 800 ألف موظف. جهود كبيرة قامت بها الحكومة خلال الأسبوع الماضي، ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً عن حصاد الحكومة وأهم القرارات والاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت 5 اجتماعات وأربعة عشر قراراً، منها الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق الموقع بين الحكومتين المصرية والفرنسية في القاهرة، والذي يهدف إلى المساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في مجالات النقل بالسكك الحديدية والنقل الحضري والطاقة ومعالجة المياه والأغذية الزراعية. أيضاً تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية، وينص مشروع القرار على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التنمية الحضرية يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعد هيئة عامة اقتصادية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره القاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات، فضلاً عن الموافقة على توفيق أوضاع 76 كنيسة ومبنىً تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل لجنة توفيق الأوضاع 1958 كنيسة ومبنىً. شملت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من القرار إلى 800 ألف موظف. وترأس الدكتور مصطفى مدبولي الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان، حيث أكد على اهتمام مصر بالارتقاء بالعلاقات المصرية الجنوب السودانية لمستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين.